الحقيقة احنا قررنا النهاردة تكون افتتاحية حلقة هو وهن عن رحيل واحد من الملحنين وصناع الموسيقى في العالم العربي، الموسيقار الكبير حلمي بكرة، واحد من عمالقة صناعة الأغنية المصرية اللي قدم أكتر من 1500 أغنية اشتغل فيهم مع كبار نجوم مصر والوطن العربي. دي حقيقة، وخليني أقول الموسيقار الراحل حلمي بكر قيمة فنية كبيرة جدا، حالة موسيقية زي ما بنقول خاصة. فعلا كان إنسان صادق لما كان بيطلع في أي انترفيو أو بنشوفه في أي مقابلة أو في البرامج، عارفة يا مايل اللي هي كانت بتاعت المسابقات بتاعت المطربين، كان بيبقى ناقد لازع جدا. لكن خليني أقول إن مفيش مطرب فعلا يعني بيطلع من تحت إيديه وبيبقى مثلا بيبقى عادي كارهو، بالعكس هو كمان عايز أقول إن هو راجل قلبه أبيض جدا، وكان حريص على الفن المصري والطرب المصري حقيقي. هو كان على طول بينتقد المهرجانات، الحاجات اللي هي الفجة، الكلام اللي مش إحنا متعودين عليه. الموسيقار حلمي بكر اتوفى، وزي ما بقول هو رحل في هدوء على الرغم ان كان في مشاكل كتيرة جدا حصلت في حياته الشخصية الفترة اللي فاتت. معانا كليب كده صغير للراحل حلمي بكر ونشوف اشهر اعماله ايه، تعالوا نشوفه ونرجع لكم مرة تانية. عينيك انا شفتها وعشقتها وما فيش لزوم اكدب عليك، وحياة عينيك على عيني يا حبة عيني جيالك هوا، افرش لي الرموش دفيني من نسمة هوا على عيني. Yeah.